أهلا بكم. يتداول حاليا مجموعة من مرواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لمحاولة سرقة فتاة في واضحة النهار من طرف شخصين بأحد شوارع البرنوسي بالدار البيضاء. وظهر في الشريط المصور من طرف سائق سيارة لصان يحاولان انتزاع حقيبة يدوية من فتاة، لكن توقف سيارة أخرى إضافة إلى مصور الشريط أربكت اللصان، مما جعلهما يلودان بالفرار بعدما أن تمكن من إسقاط الفتاة دون سرقتها. وللإشارة أن تاريخ تصوير الشريط يعود لحوالي أسبوعين من شهر غشت، وأن المصالح الأمنية بالبرنوسي قد دخلت على الخط وفتحت تحقيقا في الموضوع للوصول إلى مرتكب هذا الفعل الإجرامي. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.